في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريد الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والارواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة اذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه ملك النجاة نجاة الروح في القران نادت عليك وفي هدى خير الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة حديثنا اليوم عن البرمجة النفسية كيف البرمجة النفسية طبعا هذا الموضوع غاية في الأهمية ليش؟ لأن الإنسان عندما يبرمج نفسه يجعل لنفسه نظاما نفسيا نظام يتحكم فيه يسير له في حياته لأن في برمجة سلبية وفي برمجة إيجابية البرمجه السلبيه مثلا تلقى واحد تلقائيا يقول انا دائما او انا ديما ويذكر بعض اخلاقه او بعض ما او بعض تصرفاته كلمه انا ديما لاحظ او طبعي كذا وكذا او عادتي كذا وكذا هذا مثل النظام قاعد يبرمج روحه انه ما يقدرش يغير من نفسه فيعطي لنفسه طابع ايش الديمومه اني انا هكي وما نقدرش نتغير فهذا لبعض هذا هذا نوع من البرمجه السلبيه او احيانا يتكلم عن اشياء تخص الاخرين تخص هو وتخص الاخرين مثلا الحياه مظلمه الحياه خلاص ما لهاش طعم الحياه الناس كلها اعوذ بالله منهم ومن شرهم والناس تغيرت والناس والناس فديما واخذ وضع المتوفز والمتحفز والمحتاط وضرب النقص ويدعم ذلك ببعض الامثله الشعبيه التي تصنعها البيئه احيانا اضرب النقص جي أنت والحق سواء طبعا هذا ينعكس على سلوكه تلقائيا لما يسمع الكلام هذا يسمع الكلام هذا يسمع لنفسه عندما يقول هذا الكلام الواحد ويسمع فيه يسمع فيه لنفسه مثلا يقول والله الجيل الاول خير من الجيل اللي نحن فيه الجيل هذا سيء طبعا ليس كل قديم يعني جيد ولا كل حديث سيء ليس كل قديم ليس كل الماضي سيء وليس كل الحاضر ولا المستقبل سيء انما الناس فيهم وفيهم فيقعد يتغنى على الاطلال ويقيم المناحات والكربلائيات ويندب حظه وزمانه او تلقاه مثلا يقول والله المراه هذه ضعيفه يا اخي ليس كل امراه ضعيفه هل كل امراه ضعيفه فعلا؟ لا ليس على اطلاقها امراه فرعون اقوى منه اقوى من فرعون هو فشل في عمليه التغيير فرعون فشل في عمليه التغيير وعمليه الايمان وكانت عاقبته سوء المصير بينما امرأة فرعون اتخذت القرار وخرجت من متع القصر والحياة وقررت أن تغير حياتها لحياة أسمى وهدف عظيم وهذا يدل على قوتها وفرعون السلطان اللي يضرب به المثال في الفرعنة لم يستطع ذلك وإذ قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران هي معناها المرأة ليست ضعيفة بل مريم هي من النساء الكمل جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الكمال في سيدات نساء العالمين إلا آسيا امرأة فرعون ومر ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريدي على سائر الطعام هنا طبعا الحديث لبيان الافضليه افضليه النساء على بعضهن لكن من السابقين واللاحقين والقادمين ايضا فكل زمان له يعني مزاياه وله خصاله وله خصائصه يعني البرمجه ان الانسان يصنع قاعده كليه قطعيه ويصير فيها ولا يسعى لتغييرها هذه خطيرة مثلا أعطيك مثال لما يقول مثلا المرأة المطلقة فاشلة المرأة المطلقة فاشلة هذا غير صحيح لا يلزم من كون أنها طلقت دليل على فشلها ربما هي طلبت الطلاق ولا لم توفق مع الرجل ولا نظرة المجتمع أو نظرة المرأة لنفسها أن إذا طلقت يعني معناها فشلت في في تجربة حياتها أبداً الطلاق هو في الاسلام جعله حلا وليس مشكله في الاسلام وليس في الاعراف ولا في المجتمع الذي يغلب على على سلوكه وعلى تفكيره النظره الدونيه والازراء للمراه وان المراه تبع وان وان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه كما قال سبحانه يعني قضيه النظره الدونيه للمراه بطريقه سلبيه حتى المراه تنظر لنفسها بهذه الطريقه يضعفها ولا يعطيها الطاقه والامكانيات ولذلك هذه البرمجه النفسيه سواء كانت شخصيه او اجتماعيه او بي بيئيه تصنع تغير سلوك الانسان مثل ما يعني الانسان يحكم على الحياه ان الراحه والشقاء سواء ما فيش فرق والحزن والفرح سواء هي كل كلها تعب كما قال ابو العلاء المعري هذا هو يعني يعني يعتبر من المتشائمين الانسان المتشائم غير غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي وشبيه صوت النعي اذا قيس بصوت البشير في كل نادي اللي يجيب الخبار الشيره يجيب الخبر المفرح زي بعضن يعني بمعنى يعني يعني زي بعض الحياه الفرح والمتشائم انسان متشائم خفف الوطأه فما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والاباد او مثل ما يقول بشار بن برد وهو شاعر ايضا متشائم يقول يا راقد الليل مسرورا باوله ان الحوادث يطرقنا اسحارا، يعني حتى لما ترقد ما تريحش، الله اعلم يعني شو بيصير لك في عقبات الليل متبرمج هذه الروح السلبيه، هذه البرمجه السلبيه، هذه الروح المتشائمه من في الانسان والمتشائمه من من الحاضر ومن المستقبل لا شك انها في غايه الخطوره وتاكل عقله وتاكل روحه وتاكل طاقته، واعتقد لا يمكن للانسان ان يغير من ذاته اذا كان مستسلما لهذا النوع من البرمجه، يعني بعض الناس حتى لما يضحك شنو يقول؟ يقول انظر شنو بعدها الضحك هذا، يعني متبرمج انسان متشائم، انظر شنو بعدها يعني يعني آآ آآ الضحك هذا بتضحكوا تضحكوش يا جماعه ضحكنا واجد استر الله، حتى الولد الصغير لما يشوفوه يضحك يقولوا ما تخلوش يضحك راهو بعدين مش عارف شو يصير له نكد حتى في افراحنا تلقى لو واحد بيبارك لك ربي يتمم على خير، يعني كيف يعني ربي يعني في حاجه قاعده في طيه هذا ال ال الكلام، ربي يتمم على خير، يعني ربي يسعدهم ويفرحهم وكذا يعني حتى الكلمه فيها فيها ما فيها، حتى مره واحد يعني طلب منه يعني الا يتكلم بكلمه فيها تشاؤم كلمه فيها إجتماع فلما احتكوا به عاد كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام الامور طيبه انا متفائل واضح انه يمثل فلما قيل له انت انت ما تقول شيء من قلبك انت تخدع في نفسك وتظن انك تخدع الاخرين يجب ان تعتقد في نفسك هذا هذا العمل انت تقول في بلسانك فهو قال يا جماعه انا احب ان اكون متشائما ليش؟ قال لي أني اذا كنت متشائما تقو... توقعت الأسوأ شوف البرمجه كيف يعني اذا كنت متشائما دائما توقع الأسوأ فما انصدم بالحياه انت قاعد مصدوم توا لانك حتى المتعه مش مستمتع بها يعني ما يمنعك مه... مهما كنت يعني تتوقع من سوء ما يمنعك ان تتفاؤل يعني حتى لو صار شيء هذه طبيعه ال... الحياه لماذا لا يعني تكون متفائل وتتوقع الخير ودائما لما نقول التفاؤل هو توقع الخير مش معناه حصول ما تريده انتبهوا هذه يعني التفاؤل هو ليس هو نوع من التخدير للإنسان لا التفاعل هي روح وطاقة إيجابية إننا نستطيع أن نتغير نستطيع أن, أن, كيف أنفسنا مع هذه الظروف وأن هذه ليست نهاية المطاف ومهما مر بك من صعاب ما تقولش ما نقدرش اكثر حاجه تضر الانسان كلمه ما نقدرش قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واستعن بالله ولا تعجز استعن بالله ولا تعجز وكان من دعائه عليه الصلاه والسلام واعوذ بك من العجز والكسل يعني الانسان يفقد الحيله هذه من حبائل الشيطان هذه الطاقه السلبيه حتى الذين يعطوا في دورات في التحية النفسيه تلك هم يركزوا على أسئلة يطرحوا فيها على الإنسان اللي يبرمج روحه سلبية طبعا مرات الظروف نفسها والبيئة تأثر على برمجتك ولذلك الإنسان يريد أن ينتفض من البيئة ويتحرر منها ويكسر هذه القيود يكونش أسير, أسير الظروف الراهنة أو أسير الوضع الذي يعيش فيه أو حدود الظروف التي منعته لا لا يعني دائما لا تستبد به الظروف وتسيطر عليه ما يستبدش به الظروف بالعكس يفكر حتى استراتيجيا حتى تغير الأحوال ومن سنن الحياة أن كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى فجماعة التهيئة النفسية دائما يطرحوا في أسئلة على الإنسان اللي هو عند المشكلة هذه يعني أول شيء كيف تعرف نفسك كيف تتصالح مع نفسك كيف تقدر نفسك كيف تؤمن بذاتك هذه الطاقه الذي اعطاها الله لك بعيدا عن كيف يراك الناس وماذا يريد منك الناس انت في نفسك تصالحك مع نفسك لان التصالح مع النفس يا اخوه ما في شك انه هو المنطلق للتصالح مع الاخرين والتصالح مع الاحياء ل... ال... 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 ومع الحياه الذي يكفر بنفسه ويدمر نفسه ولا يسيرش مني ما يقدرش يتواصل مع الآخرين وهذه أسئلة ينبغي أن دائما تكرر إيمانك بذاتك إيمانك بذاتك وتصالحك مع نفسك هو الذي يجعلك تتصالح مع الآخرين مع المجتمع مع الحياة بخيرها وشرها وحلوها ومرها هي الحياة هكذا فيها الحلو وفيها المر جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار، ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوه نار، الذي يعني يتكلف الايام ضد طبعها وحقيقتها، كيف ما يبي شعله في النار؟ مستحيل هذه هي الايام فيها الحلو فيها المر وفيها العزان وفيها الافراح وفيها الاتراح، لذلك كيف يعني تتصالح مع نفسك هنا، هنا هذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس وأشرنا ودائما نشير إلى قضية حسن ظنك بالله راه الأقدار والمعونة حقيقتها تبدأ بعنصرين أول شيء تغيير في ذاتك وطلب الإمداد من الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله أنه إذا أردت المعونة وسرت في طريقها أعانك فالله منه الإعداد ومنه الإمداد منه الاعداد سبحانه ومنه الامداد طبعا هناك اشياء كثيره تؤثر في برمجه الانسان مثل ايش مثل الصحبه الصحبه لما اقول الصحبه من اهل من ولد من زوجه من ابوين هذه قضيه مهمه يؤثر فيك شيء تم ابيت ولذلك الزوجه لما في انسان سلبي متشائم كاره الحياه ونادم على زيزته ونادم انه هو جاب عياله هذا يدمرها وكذلك العكس لما تكون الزوجة هي كانت تحلم بأحلام وردية ومؤمنة بالميديا ومخرجات الإعلام والوردة والقلب والحياة للطير تطير بعدين تلقى روحها الحياة مش هيك قانونها الحياة تبي صبر وتبي مصابرة وتبي نوع من المجاهدة وتوقع كل شيء وتوطم نفسك على كل شيء هي هكذا هي الحياه ليست دار الخلود ولا دار النعيم، مطلوب منا هذا هذه هذه المكابده، ولذلك البيئه نفسها تاثر في صاحبها. اعطيك مثال على ذلك قصه ابراهيم لما تزوج لما لما ابنه اسماعيل تزوج وتركه فبعد مده رجع اليه. فجاء لبيتي لبيت ابني اسماعيل فلم يجده فوجد امراته فسالها فسالها اين اسماعيل؟ فقالت خرج اين زوجي؟ خرج يبتغي لنا ثم سالها عن عيشهم وعن هيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشده فشكت اليه الحال ولم تعرفه قال قال لها اذا جاء زوجك فاقرئيه السلام اقرئيه السلام وقولي له يغير عتبه داره. طيب فلما جاء اسماعيل عليه السلام انس شيئا شاف ان في حد جاء قال هل جاء من احد؟ قالت نعم وجاء شيخ كذا وكذا فعرفه انه ابوه ابراهيم عليه السلام فسالها ماذا سالك؟ فاخبرته وسالني وقال فاجبته ان عيشنا كذا وكذا وان في جهد ومشد وشده قال هل اوصاك بشيء؟ قالت قال لي قال لك غير عتبه دارك اقرا, أقرأ عليك السلام وغير عتبه دارك فاسماعيل بعد ذلك طلقها وقال ان ابي امرني بفراقك وتزوج امراه اخرى فجاءه ابراهيم عليه السلام ونفس الموقف ونفس الظروف كيف أنتم سهلة عن عيشهم وهيئتهم قالت نحن بخير وسعاء وأثنت على الله وحمدت الله سبحانه وتحمدت الله سبحانه وتعالى فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قال الماء فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال فإذا جاء زوجك ففقر عليه السلام وقل له يثبت عتبة داره ففعلا جاء إسماعيل وآنس شيئا فأخبرته بالحدث فأمسك زوجه تلاحظ الآن أن الظروف لم تتغير والماء القليل في مكة معروف حتى جاء آآ آآ بعد ذلك والماء القليل والجو الحار وقلة الزاد وقلة المعيشة والخوف لكن الدرس ما الذي تغير تغير انطباع الداخلي انطباعك تجاه الاشياء، انطباعك تجاه الظروف، يعني انت لما تغير تفكيرك تجاه اي شيء تتغير نظرتك اليه، ولذلك يقولون حياتك من صنع افكارك وما تقوله تكونه، وجاء في الحديث ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اصبح ابن ادم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، اي تذكر اللسان، تقول له اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا يعني هذه البرمجه هذه البرمجه التي تقولها انت والبيئه اللي حولك هي اللي تشكل فيك ولذلك يعني لما نقول الصحبه سواء كانت صحبه زوجه او صداقه او يعني اختيار الانسان للاصدقاء والاصحاب هذا جانب مهم جدا وفي نقطه مهمه ايضا في التغيير من ال من البرمجه النفسيه السلبيه الى البرمجه الايجابيه وهي ايش؟ ان لاحظت ان الانسان عند احيانا مستويان مستوى اول وهو القريب والمستوى الثاني وهو البعيد مثلا امراه او بنت ارادت مثلا ان تقوم ب بتخسيس جسمها سمينه كي والله سمونيه كما يقولوا مثلا آه فأرادت أن تخفف من وزنها شندارت طبعا هذا أرادت أن تكون رشيقة وتقرع الرشاقة وفي الغالب هذا خطاب خطاب العصر الحاضر في الغالب لأنه يمكن هذا تأثير الإعلام وهذا حاضر ما فيش أي فيش أي غضاضة ولا عيب في ذلك مسألة التخصيص وتنقص الوزن وكذا والاهتمام هذا موجود في دنيا الناس اليوم ولذلك تجد تلقى الصلاة رجال ونساء، لكن التخسيس شنو هو؟ التخسيس تنقص الوزن صح ولا هذا هدف بعيد يبي وقت يبي وقت، لكن الهدف القريب والله تعجبها وجبه تعجبها حلويات تعجبها كنافه تعجبها عزومه، والله يوم مفتوح يعني هذا الهدف الغريب هذا الهدف القريب لو استجبت له يقضي على الهدف البعيد. يقضي عليه لذلك مع الوقت ينزل الإنسان ييأس من تحقيق أهدافه الكبرى فيتبرمج برمجة سلبية ويقول هي مجرد أحلام ومحاولات غير واقعية هي مش محاولات هي مرتبطة بقانون السببية مرتبطة بالزمن وهذه الشعوم التي حملت حملت في جسمك أخذت وقتا فكذلك تأخذ وقتا فانت تعلقت بالهدف القريب وتبي الهدف البعيد يتحقق لا في نوع من الصبر في نوع من التفوق على رغبات النفس بحيث انك انت يعني تحقق وتنجز ذاك الهدف الـ 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 البعيد جاء وقت الامتحانات مثلا طالب جاء وقت الامتحانات والله جاء يجي بيلعب بلاي ستيشن والله بيشوف مباراه ونحن خشينا على كاس العالم تو ولا يعني الهدف القريب هو انك تشاهد هالمباريات وتشوف لكن الهدف البعيد مرات ترسم في موادك وتريح ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما بالاهداف القريبه التي تميل اليها النفس وعاده ويعني تؤثر على الاهداف البعيده يعني كما قال سبحانه وتعالى ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الهدف الدنيوي قريب لكن الهدف الأخروي بعيد لكن هو الخالد وهو الهدف الرئيسي، لكن نفس مولعة بحب العاجل، الإنسان يحب المستعجل، ديما يعني حياته يبيها ميكروويف ويبيها بسرعة يعني اختزال و و و وصوبات كما يقولوا زرع الصوبات، هنا يعني لابد ان ندرك ان ان موضوع البرمجه هذه يعني يعني خطورتها انك انت تاثر على سلوكك والبرمجه السلبيه وتاثر على انجازك وتاثر على انك استعجالك بالنتائج لكن لما الانسان يؤمن بذاته ويحب ذاته ويحب الحياه ويحب ما من حوله وياخذها باريحيه ما ياخذهاش يعني ب ب... بتعقيد يخذ بروح من من الأريحية يعني يحب إنه يحقق هذا الهدف يستمتع به رأوا الحب أقوى دافع للإنجاز الحب فوق كل شيء أقوى دافع للإنجاز هو الحب طبعا في الخوف مرات في رجاء لكن الحب لما يسيطر على الإنسان دافع قوي لي... للإنسان لذلك أقول يعني حبك لنفسك حبك لأهدافك العظيمة حبك لرضا الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو الهدف الأسمى في الحياة يخليك بتبرمج إيجابيا وليس بتبرمج سلبيا يعني وأنت تسعى لتحقيق أهدافك شنو يحدث لك؟ يحدث لك نوع من الأخفاقات يا الله تبي تصلي الفجر حاضر يوم راقد يوم مش راقد يوم ما سمعت الساعة يوم طفيت التلفون يوم تقاوم يوم وهكذا لكن في النهايه انت مستمر انت تاخذ بالاسباب ومستمر حبك لهذه اللحظه الوقوف بين يدي الله هو الذي يجعلك تستيقظ حتى يسمو فيها الب... الساعه البيولوجيه تلقائيا انت لما تحب شيء وتتعلق به او تخاف من شيء او ترجوه يقعد ذهنك دائما وقاد ومتعلق به صح ولا مسيطر عليك هذه درجه التعلق ومن احب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئاً أكثر من ذكره، التفسير لبرمجة الإنسان إيجابياً هو تفعيل طاقة الحب. الحب مؤثر جداً في تغيير الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: "والذين آمنوا أشد حباً لله" وقال في آية المائدة: "فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه". يحبهم ويحبونه. ولذلك دافع الحب هو اللي يخلي الانسان يتعلق باهدافه، يتعلق بانجازاته، يتعلق بالبرمجه الايجابيه بعيدا عن السلبيه. بعيدا عن النفسيه المحبطه التي الل دائما حديثها عن الفشل وحديثها عن ادبيات الطريق المسدود والحياه شينه والناس تغيروا والدنيا سوداء وال لا 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 الدنيا من يوم هيك هي طبيعتها وكل انسان يندب زمانه كل اللي عاشوا في كل زمن يقولوا الماضي خير انا اعتقد ان الحاضر احسن من الماضي من حيث الحضور من حيث العلوم من حيث جمال الحياه وسهولتها مطلوب مطلوب منا نعمر الحياه لكن الحياه ما هيش ما هيش جنه يعني ليست بالسلاسه اللي اللي توقعها الانسان وكل انسان يعتقد انه سوف يسير في دروب الحياة دون أن يواجه مطبات دون أن يفقد دون أن يتألم دون هذا وهم هذا إنسان وهم لأن حجي الحياة وتقول له أنت لست استثناء ما فيش استثناء لكن المطبات اللي تواجهك تستطيع أن هوية تواجهك أن أن تتجاوزها أو 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 تقلل من صدمتها عليك أو تتكيف معها حتى مرة نتذكر مرة كانت امراة تشكو من زوجها ودار لي ودار لي وكذا وما يقدرش فيا وما يشريليش في دبش وانا مش كيف الصبايا وحتى الحوش مهربد ومشرفد والدنيا وكذا المهم هي تحكي قريب تلت ساعة وبعدين قلت لها شنو يعني؟ قالت لي والله ماني عارف كيف ان كيف ندير معاه قلت لها عندك ما تديري معك كم لكي متزوجتي؟ قالت لي 25 سنة انت خلاص ما زال يعني ما فيش حاجة ممكن يابس شوية خلاص 25 سنة يعني شن ما زالت شن طامعا وانت بتعدي يعني مثلا ما تجيش وعندك أولاد وخلاص شق الحياة قلت له الحياة يا بنت الناس أي إنسان تواجه مشكلة لازم تبرمج كالتالي يا إما تجد حل المشكلة حل جذري وهذا في الغالب نادر في الحياة دائما الحلول نقصة طيب يا إما إيش حل جذري يا إما تقلل من هذه المشكلة من وقعها تقلل من أضرارها يا إما تتكيف مع ما عندك حل لأن الأسوأ هو الذي ستقوم به ونحن دائما في حياتنا نخير بين السيء والأسوأ مش ديما خياراتك اللي تبيني بيصير منها ده لا, لا لا يا إخوة برمجوا تفكيركم صح مش ديما خياراتك اللي تبيها أي سير كل إنسان طمح لأهداف سواء تزوج او كذا الا اذا بلغ ما يريد كان دون ما كان يتوقع. يعني مثلا لما واحد بيتزوج يطمح كي الحياه وكذا بعدين يفاجا الوهم هذا اطلع منه برمج روحك برمجه حقيقيه وايجابيه. يعني الزوجه كما فيها وانت فيك حتى هي تتوقع كذا وكذا وشوف مخرجات الاعلام انت الميديا اليوم يعني لما يتحدثوا على العلاقه بين الرجل والمراه يعني حس... هذا ضم في عالم اخر صح ولا واغلب الذين يدعون للشيء هذا حياتهم مساكين هم تعيسه ممثلين وممثلات وفنانين وفنانات هذه مطلقه خمسه ست مرات سبع مرات في النهايه مره سمعت وحده حياتها ممثله هي في مقطع فيديو تقول ما تزوجوش خلوك خلوك مكي خير شفت الحاله النفسيه هذه كيف تكون قدوه للمجتمع هذا تكلم على 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 على, حال على ظروفها الخاصه بها و و وثقافتها ووعيها بالحياه كان ناقص فهي ظن حياه هيك حياه ثانيه، قالت لا عيش وحداني وخلاص لا هذا غلط إن لو يفكر الانسان بالطريقه هذه حيفقد اشياء كثيره في حياته ولذلك ما تكونش انت اسير اللحظه اسير الظرف الموقف البرمجه اللي من حولك الامثال الشعبيه اللي تشكل فيك هذه كلها فلترها الحياه اجمل من ان الانسان سبحان الله يكرهها كره السوداوي نحن ممنوع من علينا أن مهما كانت تنزل بنا ظروف وأحوال ممنوع أن نتمنى الموت ولا ندعو على أنفسنا بالموت وهذه سبحان الله يعني مسألة الموت ربي تركها للي للي لعمر الإنسان يعني أنت جيت مش باختيارك وتطلع مش باختيارك ما لكش علاقة بالموت أنت مطلوب منك العمل أنت ليش مستعجل ليش مستعجل يعني أنت لما تقول الموت تلقى حياة أفضله لا لا من قال لك الوهم هذا؟ انت اللحظه اللحظه التي الظروف التي تعيش فيها يعني حسمت حياتك معقوله؟ في ناس مروا بأسوأ منك طريقه تفكيرك هي اللي تجعلك تتخذ هذه القرارات الارتجاليه وهذه القرارات التي تبرمجك سلبيا وليس ايجابيا. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه يعني لا يتمنى ممنوع ممنوع تتمنى إن شاء الله نموت تخيل هذا القرار ما اختيار الموت ربي عطى لك قال لك أنت كان دعيت على روحك بالموت تموت واجدين دعوا على روحك بالموت ما تموتش واجدين واجدين صح ولا لا؟ فهذه لو الانسان لو الله سبحانه وتعالى اعطاه للانسان ما قد حد ليش؟ لان تمر بالانسان حالات حاده جدا من البرمجه السلبيه يقول يا رب نموت نبي نموت كرهت الحياه نبي نموت انا مش طايق الحياه مش طايقاك لا مش صح الشكل هذا خذبت على افلام المهابيل انت مؤمن وعندك وظيفه وعارف هذا تشح بوقتك تشح بعمرك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: "لا يزيد عمر المؤمن الا خيرا، لا يزيد عمر المؤمن الا خيرا" وقال ايضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله، يا سلام، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، لكن انت احب هذه الوظيفه، الحب بيخليك الحب قصه رائعه، يخليك تفكر بطريقه مختلفه، تفكر بطريقه جميله، ليش يقولوا الحب اعمى؟ لماذا يقولون؟ لان يقوي اراده الانسان فلذلك حبك للحياه وتعلقك بها للانجاز للانجاز وهذه مساله مهمه يعني انا اليوم في درس قبل الجمعه ذكرت قضيه الموت قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم ير... ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، فجت جزئيه فتمنوا الموت، تمنى الموت مقصود به على اليهود هنا المباهله ان المباهله يعني لو نح تدعو على ممكن نحن على على خطا على خطا وعلى يعني اشدنا خطا وانحرافا ان شاء الله ربي ياخذه هم مش ها... مش هيدروا اليوم مش هيدو على على انفسهم ما عارفين اروح فجت جزئيه لاحظ ممنوع ممنوع ان الانسان يقدم استقاله مهما كانت الظروف الا في حاله طبعا الانسان اختل عقله يعني الانسان منتعر يشوف فيه انسان غير سوي هو انسان غير سوي صار له اختلال لانه مشبول الانسان على حب الحياه لكن هنا اقول ان ان الموت لما ذكر في القران وذكر في الاحاديث ليس ذكرا يعني مقعدا يخلي الانسان متقوقع وخايف ويرعش حتى الاحاديث التي تتحدث عن القبر والدود واكل من اخره وهذا كله ما فيش منه الكلام هذا في وصفه في وصف ما يحدث للانسان في قبره وأوصاف السؤال منكر ونكير وروضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار الى اخره اما في بعض الوعاظ يخليك عايش في في حاجه من الرعب هذا ابن القيم يقول هذا مما من المنكرات الذي يعني تواردت على ألسن القصاص لكن ذكر الموت شنو يخليك؟ مش يخليك خايف يخليك يحفزك للعمل يحفزك للاستدراك شوف البرمجه الايجابيه لذكر الموت مش برمجه سلبيه برمجه نفسيه سلبيه اه الموت انا خايف في ناس يصير رهاب رهاب من الموت نخاف نفقد لا لا هو الموت وانتقال لدار اخرى لها قوانينها ولها نواميسها ولها ظروفها ودار جزاء واذا مت قامت قيامتك يعني ما هيش مساله مرعبه موت انتبهوا موشي مثلا انتقال للعدم لا 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 لا, لا. بالعكس انتقال لحياه افضل يعني تجني ثمار ما هو دار الحصاد تجني ثمار الحرث الذي كان في هذه الدنيا فعندما تذكر الموت تذكر بطريقة يخليك تتحفز للإنجاز والاستدراك وكما يقول تشغيل التوربينات أكثر وفتح الصفحات المظلمة في حياتك ومسحها وتبيضها وحياة جميلة أنت تحب هذا الشيء هو حبك لهذا الشيء للانجاز هو الذي يجعلك تندفع اكثر، اذا قامت الساعه وفي يدي احدكم فسيله فليغرسها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني عامل الحب هذا عامل بشري فعال لدى الانسان، لابد ان نحن يعني نتذكر انه هو مؤثر في البرمجه الـ الـ الايجابيه فالحب هو ينابيع تتفجر في في القلب تعطي روحانيه تعطي صفائيه تعطي يعني اصرار وتولد قدره هائله لدى الانسان انه يغير ولا وما مر به من مطبات ومنغصات هذه تمر بكل انسان يذكر ان الاسكندر المقدوني اسكندر المقدوني مرض مرضا شد مرضا شديدا وعروف ملك عظيم وضخم ومضلقاته وغزواته وتاريخه معروف مرض, مرض مرضا شديدا وقال له الاطباء ان مرضك هذا مرض موت مرض موت فهو كان عنده ام بارا بها فتالم ان تسمع خبر موته فبعث اليها كتابا قال لها لا تفتحي الكتاب رسالة إلا بعد أن يأتي يأتيك خبري فعلمت أنه مريض فلما وصلها خبر موتة فتحت الكتاب شن في الكتاب شن قرأت فيه قرأ إذا أردت تعزية الناس كل من يعزك فاشترطي ألا يأتيك إذ أحد قد أصيب بمصيبة أي واحد أصيب بمصيبة ما يجينيش وفتحت قات وتنتظر في الناس بيعزوها وحاطة الشرط هذا أي واحد أصيب مصيبة في حياته ما يجينيش ما جاء حد صح ولا ما حد طبعا فقالت عزيتني بموتك بعد موتك يا سلام عزيتني بموتك بعد موتك عزها بعد ما مات سبحان الله فهي فهمت ان هذه طبيعه الحياه ايضا يا اخوه من ال البرمجه الخروج من البرمجه النفسيه السلبيه الى البرمجه الايجابيه هي هي انك انت تقفل وخز الذاكره يعني مثلا انسان عنده ماضي اليم عنده ذاكره يعني في حياته هو يشوف فيه احداث ضخمه هي مثلا نسبيه رأ. كل واحد وجدار النفسي في مواجهه الحياه في اللي تبزه يبرى يكره الدنيا كلها والحياه هذه وين ما تمشي تبزك يبرى والبلاد هذه يقعد يسب يعني حاصل بروحه وفي اللي يفقد اموال وكذا تلقاه صابر هي مثلا هي مثلا لا علاقه بالبنيه العقليه والنفسي والقلبيه في, قا... في والمعرفية في فهم هذه الحياة في مواجهة الحياة فوقز الذاكرة أحيانا يجنك آلام تتذكرهم والشيطان له نصيب دائما أدفع الخواطر أسلم. ما تستسلم لا تستسلم لما يجيك خاطر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الحاجة الثانية المحاولة لأن بعض الناس يحاول مرة أو مرتين ثم يتوقف يقول لك حاولنا والله ما في فايدة أنت متخرف لا, لا لا الحياة قايمة على المحاولة لو تحاول ألف مرة نقول لك حاول يعني ألف وواحد ألف ومئة أهم شيء ألا تستسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى للموت شنو عندك ما أنت أصلا إلا المجاهدة والصبر أصلا شنو شنو من الحياه الا الانجاز والنجاح ال... ال... بمعناه ال... 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 الايجابي ما تقولش ما فيش فايدة كلمة ما فيش فايدة طلعها قاموس قاموسك لابد الألفاظ السلبية تتغير هذا مش حلم را. والله هذه حقيقة ما تقوله تكون هذه الكلمات الإيجابية هي يعني تعطيك قوة وعزم وصبر واستمرارية هذه عوامل كثيرة وأحيانا تجيك الفرص ديما حاول تغتنم ال, 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 ال الفرص وتغير وتغير حتى اهتماماتك مش بالضروره الحاجه الفلانيه لا تكن احاديه الاختيار يعني يا نبي هذه ما يصيرش هذه برمجه حتى سلبيه شوف انت حاول اكثر من يعني خياراتك نبي هذه منها نبيها 100% ولا ما يصيرش يا ابيض يا اسود ما فيش يا ابيض يا اسود حتى بين الخصومات بين الازواج بين الشركاء يتصالحوا تتصالح حتى مع ظروفك انت يا سيدي في 50% مع الوقت نحصه نزيدوا 60 نزيدوا 70 لازم تبيع كلها مستحيل الحياه ليست هي يعني في خط متوا يعني تصاعدي من النجاحات فيها نجاحات وفيها اخفاقات وفيها مره ضربه تجيك من يمين مره تجيك من اقرب الناس اليك انت كيف تتعامل هذا هو الاختبار هذا هو الاختبار في حاجه ثانيه اللي هي تخليك حتى مرتاح نفسيا وتبرمج روحك ايجابيا هو يعني حتى اهتم بمظهرك شويه، اهتم بمظهرك ما اطلع من حاله البؤس اطلع من حاله الاكتئاب، يعني الله سبحانه وتعالى قال: "قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة" يعني مش يقولوا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس انا نقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك انت لبسك راه تعطيك حتى نوع الارتياح من كان له شعر فليكرمه قال عليه الصلاه والسلام العنايه بلباسك العنايه باناقتك العنايه بشعر راسك بشعر بلحيتك ببدنك هذا دير صلح معه الرائحه الطيبه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة كان أنس يقول إذا صافحته, صافحته كأنما خرجت يدي من جؤنة عطار كيس اللي فيه المسك جودة الرائحة هذا كله اهتم به يعني 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 ما الإنسان من الأخير مبهدل ما عندهش تناسب هذا يأثر حتى على حتى نظر نظرتك لذاتك مش بدري قلت أنا التصالح مع النفس التصالح مع النفس حتى الاهتمام بالنفس باعتدال يعني اهتمام بقيافتك اهتمام بشعرك اهتمام بأناقة لبسك ما هو الدين جميل إن الله جميل ويحب الجمال قالوا جاء في الحديث حديث صحيح مسلم الكبر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من كان في لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من كبر قال رجل يا رسول الله إن حدنا يحب أن يكون نعله حسنة وشعره حسن وثوبه حسن أذلك من الكبر يعني إنسانك يحب مهتم بروحة زايد الأناقة شويك والبذاذة والتوسط كويس حقيقة طيب قال أحب أن يكون نعري حسن وثوبي حسن وشعري حسن مهتم بروحة بفي شيء بعيدا عن التأنث ولا والتخنف طيب قال له أذلك من الكبر يا رسول من الكبر يا رسول الله قال لا ان الله جميل يحب الجمال يا سلام وجاء في الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده تربي عطيه مش لاقي تهذب روحك وتبرم على روحتك شويه انت بروحك حتريح نفسيا يعني ما تقولش مش فارقه لا فارقه في فرق بين بين اللبس الكويس واللبس انت باستطاعتك طبعا وباعتدال هذا كله راهو يبرمجك التغيير الشكل تغيير الشكل الاهتمام به واللغه كذلك اللغه غيرها يعني كيف اللغه؟ يعني اول شيء خفف من يعني من الكلمات الغير مناسبه بمعنى اضبط الفاظك يعني انا لما اليوم ننظر الى ما يجري في الانترنت على سبيل المثال يعني قد ترى شابا او شابه يبدو أو يعتقد في نفسه أنه صاحب خلق كريم لكن ترى سيل من شتم الناس و... وتعقيرهم و... ويوزع في التهم جزافا و... وال... 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 والتصنيف وهذا ليش؟ هذا يأثر حتى على نفسيتك لأن هذا ظلم وبرمجة سلبية للألفاظ الحادة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة البقرة وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا. وقولوا لله للناس حسنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا غير ألفاظك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي لا تستخدم اللفظ الخبيث عن ذاتك أو مع الآخرين ولكن ليقل لقست من لقست وخبثت يعني من 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 يعني من المفردات المتقاربه والمتشابهه يعني لكن كلمة خبثة تكي مش تمام تجد إنسان دائما كلمة سلبية كلمة سب كلمة العنيفة ويظن انه هو هذا من قوه شخصيته الكلمه اللي تخطر على الانسان نقولها يقول انا ما ندسش حاجه في القلب لا دس يا باتي شنو كل حاجه تخطر عليك تقولها انت مش مزبوط دس وبرمج روحك ما تقولش حاجه ما توجعش الناس وما توجعش حتى روحك بالفاظ نابيه بألفاظ خشنة يعني لا فيها زيد لا شحم ما تشعيم ولا تزيد حك على الحديد ليش يا أخي حرم عليك شو البيئة الخشنة هذه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا قل لعبادي يقول التي هي أحسن أما يا أبوي يقول رصاص حتى على الصلي وتقول هذه من قوة الشخصية وال وال لا هذا غلط كله هذا ينعكس عليك أنت أنبك ضميرك لما تؤذي واحد بي بي بكلمه ولذلك غير حتى منظور اللغه اللي تستخدمها عودوا انفسكم حتى في بيوتكم ما تقولوش الالفاظ ايوه بتاعت حديقه الحيوان في الب... ما بالك الالفاظ الاخرى بتاعت الشوارع طبعا من حرم دينا قيما وتربيه رشيده الذي يحرم عندك من الله اللي ما عندهش دين ما عندهش تربيه معناها كارثه كبيره كارثه فال القدرة على تغيير اللغة التي تستخدمها وقول خير وإن شاء الله خير وربي يلطف بينا وجزاك الله خير حتى الأم لما تقول لأولادها إن شاء الله ربي يهديك يا ربي مش عطك ما ينزعك إن شاء الله تضربك سيارة ما تروح لي لما تطرطش ليش تقولي فيها وبعد ما يمروح تطرطش كده تعيطي وتنتشي شعرك وتخش في حالة نفسية وقول أم مش صابرة ما أنت اللي دعيتي عليه ليش الكلام هذا ليش تقولي فيه حتى بعض المعلمين ها يقول في كلام للطالب لا يليق بالذات رياضة يعني في الروضة والله في الابتدائي والاعدادي يسمع في مدرسات كأنهن يعني كأن خازن النار ولا خازنة النار وكذلك بعض المدرسين لا 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 غير اللغة يعني حتى لما تغضب على ولدك يقول ربي يهديك ويصلح حالك، ربي يهديك يا وليد قولي الخير عاد عود نفسك الخير الخير عاد برمج روحك نفسياً وايضا الحاجه الثانيه الابتسامه المشرقه ما تحرمش نفسك من الابتسامه راه الابتسامه دليل على صحه نفسيه راه يعني بعض الناس كانما وجهه بالخل منضوع كأنما مرشوش عليه خل مقطع كأنه مركز الكون يا اخي ما قالوا لك اطعم الشعب الصيني انت اطعم الصين عليك كفاره اطعم الصيني انت ولا شيء قصتك انت بشويه الابتسامه صدقه صدق على نفسك وصدق على الاخرين والابتسامه هي اللغه قبل الكلام اللغه لغه الوجه لغه العيون هذه حتى حتى تعدادها من نفسك تلقائيا والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحوكا بسامة كانت الابتسامة تلقائية في وجهه يعني يعني قال جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت لما من نجي دخلني وما رآني إلا تبسم هذا كله من البرمجة الإيجابية التي يجب تكون يعني من تلقائك من, نفسك انت انت اللي كاسب مش يقول واحد والله تبغى واحد بيبتسم 24 ساعه انت ما قال لك ابتسم 24 ساعه يا اخي حتى الابتسام تحرك عضلاتك خير لك بعض الناس حتى يسوق في السياره تبقى لك يا لطيف خير ايش لهم ابتسم يا رجل يدخل عليك انسان يدخل عبي رصيدك انت خاصه في الريسبشن المرور الوقار المصطنع هذا او التواقر والتصنع والهيبه المصطنعه هذه مكشوفه الهيبه تلقى عليك ما انت لا ما فيش حبوب اسمها هيبه ولا 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 صناعه هاله من الكذب حول الهيابات المزعومه لا لا ابتسامه راهو اول من يستفيد انت هيك يقول لك يا اخي فلان هذا ديما ضحكته في فمه تشوف كي خش تبلع بلع صح ولا في ناس كي بس يعني الابتسامه لا تفارق محياه محيا يعني كما قال عليه الصلاه والسلام انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق انت ممكن يقصدوك الناس ما عندكش اموال انك تقضي حوائجهم لكن تقول لك كلمه طيبه وابتسامه حلوه ويطلع يقول والله يعني ما درنا شيء لكن بارك الله فيه او حصلنا منها الضحكه الحلوه والابتسامه الجميله وطلت تزهي لنا كلام كوي ودعاء إن حصلنا منه دعاء هذا كله كله يدل على صحه نفسيه هذه ايضا من البرمجه الايجابيه يا اخو برمج روحك ايجابيا اما تقعد ديما مقطب وديما زام الشفتين وتظن ان هذه هي الشخصيه الناجحه ون... لا 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 حتحرم نفسك من انشراح وراحه نفسيه كبيره، الحياه اوسع واكبر من إن... انك انت تكون حبيس ظروف راهنه او احوال تمر بها شخصيا او تمر بها يمر بها من حولك، الحياه واسعه والله سبحانه وتعالى قال: "فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرا"، العسر يحمل في داخله اجنه الفجر المنتظر باذن الله تعالى. هذه خلاصه الحديث عن البرمجه النفسيه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون وصلت لكم بعض المفاتيح اللي نحتاجها في حياتنا اليوم بعيدا عن التعقيد، بعيدا عن الاوهام ما نقول لك جرب هذه هي الحقيقه. برمج روحك ايجابيا وما تقوله تكونوا. التقي بكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى اليها ولا يسعى لها الا مواته so uh -oh.